السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. آمن الترية تحت لها أكثر من 10 دقائق والربع رقود. أمس ساهم أبوي ضربها في التليفونات ومسجات وتوني وعنهم، قلت حق آمن سامحينا ترى بتأخر عليك على الأقل مش أقل من 20 دقيقة. قلت هال 20 دقيقة بصبح عليكم، أسلم عليكم، نشوف علومكم أخباركم، من وسافر من ويا. نحن الله يحفظكم الحينة بنصير ورا هليبال. هليبال تراها وين بيت نضيع ساعة ونص لين نوصل المنتجع اللي نحن سارين عسبه، وبنبات في بنقيل وبنبات بنصير هناك وين تزلج على الثلج، وبنتمشى بنرويكم المكان بنرويكم المنتجع اللي بنسكن فيه الليلة، وإن شاء الله باكر بنسافر إذا الله راد الضحى. الوجهة والعلم بالخبر كل بيكم. بكرة بنطير بطيارة بعد ساعتين، بنصير جدا منطقة اللي يظهرون في التلفزيونات والجرائد والمجلات اللي الغزلان يحوط بين البيوت بين الأوادم في المدينة، ممنوع حد يمثل غزلان، إنسيات يعني مجربات للعاب والأوادم، ما يفلن من العنصر البني آدم. فبكرة سارين للمدينة هذه، وبنيس أظني يوم فيها ورا بكرة أظني بنطير بعد ما يدرى ابنا وين، وبنيس آخر يومين في طوكيو آخر يومين، وبنطير جدة أبو ظبي إن شاء الله إماراتنا الحبيبة يوم السبت المغرب بوصل مطار أبو ظبي الدولي إذا الله جعل منها أنا والشباب. بالنسبة الله يحفظكم لللبس اليوم 4 ترضوف، هذا تحت بعفواني الهنتين من هاي اللي يلبسونهن هالكويت عن البرد. الكويت انا اول ما شفتني يلبسونهن هالكويت هاللي يديهن طوال المراد، وفوق هذا بعد ايهاب خروف. ويلا يلا يلا معك تيود عمرك على البرد. يلا بنرمس هذا بعد شال، شو بقول لكم؟ وزعنا اليوم غير نمونه قاعدين. يميع الطراطير ويميع الشماطيط، كان زين بعد ما سويت شيء بتيمد بغدي قالب. الحمد لله اني موتج عمري. يلا والله جاسوس الماني جينا عادي. الله يحفظكم. بنتريق الحين بنتريق ونعين الله خير وبتوكل على الله. منظر جميل جميل، وما روم اصور شيء ولا روم اسوي شيء الا نش قلدني. ليش يعني؟ والله ما قلد، لكن انا احب زي شوي شوي تاثر. يابا ما يحب الحس العالي. انا ما احب اقلد شوي شوي. زين اتكلم شوي شوي. ثانك يو. هذا البوفيه مالها. شو اخذت محمد؟ ما عرفت بس شيء هنمون حاسو داخل بس وازا بقطروا على الخبز بس شو ما يبقى له زود معرفة. يا سلام يا سلام. أوه. وين ابراهيم؟ وين غاص توا غاصني وين نبر هناك. شو يلا سكحين انت؟ شو قبعد؟ 35 دور؟ ابراهيم شوف له صرف يا ابوك. والدين يا ابو محمد حبيب الله. ماجور ان شاء الله، ماجور يا ولد وغيج. ماجور ان شاء الله. حسينه بعد فكر. اب حسينه. شو اسمه؟ فتحيه. امينه. امينه امينه. امنه. في ذمك. في فتح شو سلام عليك صبري. ما كان من هالفارس؟ نعم ما شاء الله عليها شوفها. اي والله كانت من هالفارس. من عرب فارس. انضاف هالبلاد انضاف ولا من ييت وديتين، ودي الاولية 5 ايام وحين بنكمل 5 6 ايام وباجيات 3. خطفن عدالنا الحريم والريايل ما تدر وحت ريحة حد منها ولا ريحة حد فيه ريحة عاد يعني ولا شفتها غرب الله أنتم غرب الله أنتم.
انظاف النظافة اللي في الدنيا كلها فيهم. Thank you very much. Thank you very much. And thank you for everything. We was very happy. Your service very good. Your hotel. Good. ما بوايد عادي. Good عادي. Thank you very much. Thank you. توفيق. مليون مسجية. شيء من السعودية. شيء من الكويت. الإمارات عادة كلها. من البحرين. من عمان. كل دول مجلس التعاون. كل حد يبى سنابك. حبايبي بديتكم الله يعطيكم. اي لك انت تعرف قانوني اني في شرعي ممنوع اني احط حسابات العام، ما انشر حساب. فالسموحه من الجماعه اللي يطلبوني سنابك، والسموحه من جنابك. شو رايك؟ مسموح. اي وقول لهم ترى انا تعرف قانون خالد. بديتكم احبكم حبايبي. جزاك الله خير. يعطيكم الصحه والعافيه. وبرايي مرخوص اني ما اعطيهم رقمك. شيء راجع لك ابو محمد. ودي لك ان الله يساوي شيء بيختار برنامجي ويشرهون علي العرب لي من غير بقول نحن من سنين انا استوى قطع وصل بيني وبين ناس وايد والسب نشر الحساب. ناس يسوى النوم العين لك استوى بيني وبينهم قطع وصل والسب ليش ما نشرت حسابنا؟ ما احنا هذا في الطريق طلعنا تقريبا 45 دقيقة. ان شاء الله تبارك الرحمن، يعني لا بيتهوفن ولا طاهرو ما شاء الله عليه. الله يحفظه الله يحفظه. يا سلام. هذا منو شو اسمك؟ تمثال ما شو هذا؟ ايتو اكاوني ديس. منو؟ اكاوني كوبري. اللي بيخوفهم هم عندهم زي الفستيفال يسووه. ايه مو بيطلع هذا وين تمثال؟ هذا ها قال سرعة خلاص سر خل شو نباه بالخيط مكبرة. ما زين لبويتات دور مدار هنبوي كل ثلج دنيا ابويا ملتاصه لو كم باصر ارتفاع الثلج هني امينه؟ ستة امتار الحين هذا ما هي ستة امتار؟ لا لا هي لا علشان احنا اجينا في فصل اخر فصل الشتاء حقتهم زين بس هو في شهر واحد يوصل ثلاثة امتار الحين حنروح هاي المنتجع حنشوف كيف قمة الثلج. كم باجي عندنا وصل المنتجع؟ 10 دقائق يمن هالعشر دقائق ما وقفه 5 دقائق ماشي مشكلة. طلع عليكم هالبيت هذا الحين بيضاء الحين هذا شوف طلع عليكم يا سلام بيت يا بوت غادي الثلج ابوي مش حنة توشيح يا سسجل انا سكتي عادي يا هن وديان يا هنيبال. اقول شو اسمها البلاد اللي ما تبى تسير لها امينه؟ ما اسمع حسك شو؟ اللي فيها الغزلان؟ لا نارا فيها الغزلين. نارا اسمها نارا ايوه بس على هاي اسمها نوبوري بيتسو. نوبوري بيتسو ايوه ونارا بكره بنسير لها. ايوه نارا كم تبعد؟ هي 40 دقيقة على كيوتو بالسيارة. يعني بكرة نحب نسير بسيارة لو طيارة؟ طيارة وبعدين سيارة. من سيارة طيارة كم؟ ساعتين. خيبة. ساعتين؟ وساكا نحب نسير؟ ايوه. وساكا هي ليه فيها الغزلان لو شو؟ وساكا واللي بجنب 30 دقيقة بجنب بعض. هي. بكرة إن شاء الله. اللي هي. وساكا. هي. بعد اوساكا. اوساكا مني لين اوساكا كم؟ 3-4 دقيقة 30 دقيقة. انزين ومني لين هاي شي بعدين حروحوا لكيوتو خلاص طوكيو سوري طوكيو.
يا الله مرة ثانية لو سمحتي تعيدين. صبي شوي شوي أبوي أستأذ تبارك الله فيك. شوفي خلي صبي خلي بيعد شوفي برنامج من الحين نريده بصوت عالي لو سمحتي. أوكي. بكرة بنتسير بطيارة من المطار لينا منه أوساكا. بنروح أوساكا. أيوة. من البلاد بنروح لكيوتو. صبري يا رب تفضل. البيت والحرام تفضل. شوفي أيوة. باكر بنطير وين بنسير أوساكا. من هني من هالبلاد لين أوساكا كم ساعتين بس بالطيارة. نزين بنسير أوساكا. أيوة. وبنبات بنبات يوم واحد. يوم واحد ورا بكرة بنسير وين كيوتو. وخلاف كيوتو هي عاصمة اليابان قديما، هي مدينة تقليدية فيها كمان كل شيء تراديشنال جابانيز القديم من شوارعها من كل شيء، هي العاصمة الأم حقت اليابان زمان. وكمان حنشوفوا بعدين 40 دقيقة بنشوفوا نارة حقت مدينة الغزلين، بيكونوا الغزلين بجنبنا هيك 50 غزل هيك تقريب 100 كتير معناه. هذا الجبل. شو هذا حين؟ احنا في قمة هذا الجبل. اللي على يميني شو؟ كلها فنادق فندق هذا كلها فنادق فنادق ايوه فنادق بس بورو هاي هو هذا عندنا موعد معه هذا فندقنا نحن؟ لا اللي قابلت فيها الشخص الرجل رجل اعمال البارح هي اللي سلم علينا هاي هو شفت هاي رايحين اليه هذا قدام بيت تنبوي نهار وفلي ودنيا هذا فندق الريال ايوه نحن ليش جايين عند حينة؟ أيوة. متعاقده مع هاي الفندق هي بنشوفوا كيف نوعيها هاي المدينه الله يحفظكم يسمونها نوباري بيتسو تبعد من سابورو ساعه تبعد من من سابورو ساعه كل الفنادق اللي فيها وايد جميله وكلها غاز بالعيون والمنتجعات الصحيه والمياه الحاره تطبخ ضوء زين وهذا احد الفنادق وشركه نور ترافل متعاقدة مع عدة فنادق من ضمن الفنادق هذه هذا الفندق اللي حين مطلوب مني أنا من تبع السياحة مالتهم أني أسير أروي العرب أن المكان يعني أحد الفنادق واحد من عشرات الفنادق فاختاروا الفندق هذا لأني مستحيل أني أجلس أحوط الفنادق هاي كلها قلت له يا أبوي أنا أبوي بروي فندق فندقين أني بحوط الدنيا هاي كلها أبوي أنا مارو ها ابراهيم وين ساير؟ اسعارها مرتفعة بتسبح؟ ها تحمل ايه غادي من صيد امس برد خلاف زين وها بس برويكم نوعية الفنادق اللي عندهم زين برد عاد الحين بثور من داخل كم يبعد المنتجع مالنا؟ المنتجع منا من مكاننا هذا الحين؟ نحن حنطلع هيك من الجبل هذا الحين احنا سايرين جدا المنتجع المنتجع ترى فيه غرف وفي كل شيء نحن بنبات في المنتجع روحه غير هذا في المدينة هذا في المدينة تبعد المنتجعات من المدينة كم ساعة من هذه البقعة اللي نحن فيها لين لين سمونه لين المنتجع 30 دقيقة من هني لين هناك 30 دقيقة بالسيارة 30 دقيقة خيب ترى بعد بعيد لكن هالأماكن كلها فيها مياه حارة صح مياه حارة كلها كل الفنادق على هالاساس الاماكن كلها فل اي ليش الفنادق هذه كلها ممزوره ليش كلها فل شو السبب احنا الحين في قمه الجبل بس انت ما عرفت اللي احنا قمه الجبل تفرج زين قمه الجبل ما شيء خلاف من عيون العيون خارج يعني العالم اللي تي سلموها وسووا منها مناطق ما خوز السياره بتكفخ فنادق سووا منها فنادق ليش لجلب السياح يعني الحين المنطقة هاي كلها عيون كلها عيون لين عينها كلها عيون. زين فلذلك ابوي سوى فنادق في منطقة العيون الله يعني هاللي فنادق هاي كلها فيها عيون أيوة. لكن المكان اللي نحب نسير له يختلف يختلف احنا هيك علشان على الجبل احنا بجنبه التزحلق حيكون مرة حلو المكان ان شاء الله يا ابوك يوم انا عدالها ما عرفت انتو كيف بتعرفون يلا صبرا جميل بالله المستعان والله يا ابو انت يبالك بلاد يبالك بلاد تدخل فندقهم هذا صغيروني هل تشوفونه هذا الريسبشن مالهم هذا الريسبشن وهذا الانتظار هناك في التشيك ان مال الريسبشن اقول لكم شفت عندهم في اليابان يشهرون مشهورين
بالصناعة الأوراق كهدايا تذكارية كل من الأوراق. وين قلتي لي توه وين تسوي؟ سووه حتى في دبي متحف حق كل هاي الورق في اليابان. انتي ايش دراج؟ انا سمعت عليك. وانا انا من الامارات ما سمعت. انتي هني في اليابان سمعتي؟ ايوه سمعت. مقواش مقواش. نحن في اي دور عامه؟ نحن في الدور العاشر. اول ما تفتح اللفت هاللفته تونا ظهرنا منها. واول ما تظهر يك هالمنظر. وين شلالات؟ لا بشلالات ولا الله قال. هي شلالات صغيرون. يوم أقولكم تصور عمرك ولا تصور الوردة؟ الوردة؟ يا رك الله يا رك الله يا إبراهيم. ها جدام كل لفت صلح الكبرها. ها استراحة للي بيجلس. والله ها شو أقولكم؟ هاي من الأشياء الورقية. هاي ورق اسمح لي شوي. هاي ورق شوف هل بوك كتاب. شوف هذا شوف هذا كتاب يعني خلاص ما يبونه. ها ها طايش قايل كل شيء يصنعونه من الورق. سبحان ها شوف 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 الحجام بعد هاي بعد واحدة بعد منقيرها شيء جميل والله يعني يستغلون كل شيء. شرات الناريل وشرات ها مصلقن وهذا ناريل تعرفون عاد اي ناريل ما بنار اللي يدخونها لا ما بمال هاي اللي يدخونها اللي يطري هنا العاده هنا لازم تشيل الجزمه قبل ما تدخل بعد ايوه ما تدخل ب... 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 كل الغرف كل الغرف لازم هيك الحين هذا هذا غرفه غرفة أيوة. 102 لكن بتدخل الحين هذا باب الغرفه مفتوح ايوه دخلنا الغرفه هنا ممنوع تدخل بالجزمه قانون قانون في اليابان هاي والله والله بس تدخل لازم تعقن عولك ولماذا؟ ما شيء ولماذا؟ إذا ما تبون لا تدخلون This is the executive room. هذا ال executive room. هذا أول شيء برميكم شو وايد عليه ال executive room. برويكم هذا الغرفة الروحية هذا أبوي صالة الأجزغات هذا كرسي المساج روحه وهاي شبري شبريتين ها محمد شو رأيك؟ شيء روعة خيالي إيه شو الخيالي خيالي شو حالة ريلاكس إنسان خيارته ما هو فايف ستار اللي الناس بجيب شوبي هي بس للراحة والاستجمال تراديشنال جابانيز بس للراحة والاستجمال هنا أيوة يعني ما في الفخامة ما في الفخامة احنا الفايف ستار اللي نحبه عليها بس مريح هي درجة عالية درجة عالية نسبة للموقع الموقع. اللي يرفع الفنادق عندهم موقع موقع الفندق موقع الفندق وإطلالته نحن نشوف هذا عادي نسبة لنا لكن هم يشوفونه يقيمون الموقع بالمنظر هل تشوفونه حين شوف هنا كيف المنظر حلو يوم تشوفي بال وشلالات ومياه كبريتية وسكي وتزحلق وهالأماكن كلها مبزورة كلها عرب عرب يعني أوادم قصدي فلذلك يغلى سعر الفندق من موقعه وبالخص هذا اللي نحن فيه لأن يارس بويها يوم يقول لك جدام بيتنا هر يسجل بساتيني هذا أبوي اللي يطرونه هذا أبوي يوم يقول لك جدام بيتنا هر يسجل بساتيني هذا أبوي اللي يطرونه النهار حافظ عليهم عزيز لب بس انت ما رفعش بالك المطحنة القهوة يا ربي يا ابو احمد شيء فرش فراش مزين كمان فيها مساج هاي المنتجع
المنتجع في روحه يعني في مساجات وفي مياه كبريتية روحهم ينابيعهم كلهم عندهم في مياه كبريتية في كمان المساج العادي في للإنسان بيحب يأخذ راحة استجمام هيك أيوة يعني المكان زين زين للي يبغي يرتاح اي يرتاح من الصدع والديانة يوم يومين ثلاثة وطالع الدنيا انت ظاهر من الفخامة حينه من دولة الامارات والخليج فخامة كلها هناك انت والفخامة داخل المدن الفنادق هذه كلها بوي الانسان اللي يبغي يسوي راحة يفتك من الصدع والديانة اي عند الهدوء هذا لا صدع لا ديانة يرتاح يفك عمره من الصدع والديانة يجلس كم من يوم ويرد سبوح وتفريت ومحار وما بارد وطحنت الزمان كلها وهي طريقة حماماتهم انت تدخلها هذه المياه الكبريتية في كل قسم في كل قسم المياه بويها تي تتسبح انت وكان وياك حرمك بتفرجك هناك ياها تصوبين تجلس هناك تصوبك على حرمك منو في حد يجي يسبح الضيف هذي؟ لا اللي اذا كبير في العمر ايوه تطلب ايوه بس انت هاي 60 درجه هنا حرارته مره مس الحراره والله دقيقه انت تدخل مس الحراره يا رب الدنيا تتوحي محار طبيعي. الماي طبيعي من ابوي لي بال حار ويظهر ابوي على الغرف كل غرفه بغرفته there is also big one down مختلط وريلة أروساب هلو سمسين اصلا يجنة شو يغطر يحين شو يعني هذا؟ دقيقة بس ما تصور اسم اللي حين هو ظهره أيوة. هذا اسم نوع الماي اللي يطلع هني أيوة. The name of the water Name water? Yeah, thermal hot spring and noble based onsen ها. وين وين؟ هذا حتى ما يبان يصك تليفون ترى جزونهم هذا هذا أبوي نوع الماي اللي يظهر عندهم اسمه صح؟ صح هبلا صح تخليني شي ارمس معلومات غلط صح فتح الليت عاده فتح الليت يا رب البيت هذا والباب الليت الليت يا ربي بج شو مشكلتك انت هذا ابوي ما يبالي ارمس بعد وهذاك انا دوت شو اسمك امينه مبسوطه امينه لكن تزعلي من كلامي كل الناس يقولون لي ليش تفاتن على أمينة حتى مبسوطة أو يعني لا ما في اهتمعيني الحين أنت تزعلين من رمستي لو لا والله لا حلفي قولي والله والله حلفت عليك حلفت علي والله ما بزعل دي سايرة شو يا أبوك عذرون علينا نلبس نعود حشي يا أبوك خلصنا هذا الحين ثانك يو حليل الله كسب الخير ريحان التمري ما انت راح يجي له ماتت تعال ابراهيم تعرفها ممثله انا ريحان التمري ابدا توها وحده تشابهها ابراهيم شو رايك يبارك بيت هني في الفندق لو فندق تعال شو بنسوي؟ نحن الحين ما بناخذ رايك بنصير منتجع بنصير نطالع المنتجع وهج ساعه احكم هذا لو المنتجع شو رايك؟ ان شاء الله شارك هداية الله يا أبو محمد يا رك الله يا اسم الله عليك الرحمن الرحيم بعد هذا المكان ضروري أسجله لأن عيبني أنا روحي من صدق يعني عيبتني الفكرة فكرة الطاولة هذه فكرة الطاولة لأن هني يكون برد زيادة على اللزوم هذا ترى غرفة الطعام حينه هاي غرفة الطعام يعني هاي مالهم روحهم اليابانيين يكون قسم خاص لك خصوصية يوم بتيلس من تيلس مخيبة هذا أنا شيء يلسني من تيلسها شوف شرات الحفيرة مخيبة شرات الحفيرة فيدور
بين هذا وهذا يحطوا لك الحاف. الحاف يلحفك تدفع ريولك وتحت زولية وفوق ترى اللكن. شوف بصاير عندهم ترى كل البلاد ولها قانون. كان قانون هذا قم عقجوكيك بالدقيقة هاي روحهم احنا. عسبتي أقول لكم انضاف بطريقة ما تتخيلونها. هم كأوادم قاصرتنهم بس الشهادة. بس الشهادة. لو يتشاهدون بس. يتشاهدون. لو ينطقون الشهادة يعني بس دخلوا الإسلام. هي والله. هذا فندق شيء القزم. فندق شيء القزم. وحيتي شاورتيهم هل بالفندق؟ لا 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 عادي. يا بنت الحلال بيصير يفتنون عليك. هذا كان. سوي له أقوى شيء. يري سوي له شيء يري شيل على طبعا جوي شو ندوك شو هذاك ما عقد جوتي ولا شيء منو حطينا عقد جوات ابو محمد هذا فندق عقد الحذاء ولا هوك يا سلام هي طالع طالع رجع يقول ذبيحه هذا القسم حسيت اني ضروري لازم اصوره هذا حين القسم اللي للحمامات العامة اللي تحت الحمامات العامة أتيها يكون وياك قبقابك وتلبسه يعطون القبقاب هذا مال روحهم هاي بوي العيون روحها هذا تروم أنت تحجزه أنت وعائلك مثلا عائلة كاملة تأخذ المكان هذا هذا مسبح كامل تحت مثل المكان هذا ها الباب هذا المكان يكون لك خاص هذا النبع روحه ها شوف من هالولف يعني رقوق تحت الارض تحت الارض رقوق وكل رق موصولات كلهن ببيبات ومن تفتح الولف ياك يدفع ها ياك يدفع هذا ابوي من برا هذا مسبح خاري اكثر حرارته عن 60 درجه 6 درجه زين 60 درجه الدرجه اللي بتخبى زين يظهر هذا يظهر الفلي هذا تشوفونه ويصب داخل الحوض العود اللي داخل تونا صورناه اللي اقول لكم بلاد من كبره اللي بيدخلون هم ويا عوائلهم ها في حرورته اخف وهذا ها اللي خاري عاد هذا حق اللي عندهم شباب يعني شباب قوية قو العفاريت فيهم يعقون عمارهم في هذا مرة ما عليهم باس والمحار السر ما في حرورة الماء السر في نوعية الماء نوعية الماء لدرجة أن كل عين فيها شهادة من الحكومة اليابانية أنها نوعية تشي وفيها ما أدري شو وفيها ما أدري شو أمين هذا حتى فنيال القهوة ما قالوا لنا ما قالوا بنعطيكم حتى فنيال القهوة حد يعزم عليكم فيني على القهوة ولا شياته؟ شو يعني؟ لا تيه لا تيه لو بعد حد يعرف عاد انت ريال يلا يلا قوم بنسير بيتنا عملوا هذا على اليونة طيب برضو من قبل ما طيب انت شافين ما بريول تمون هن تبابي ما شاء الله كل تباني غير ريل صرير نزلي نزلي يا بنت الحلال نزل الكرسي روحها والله انها في العرف بعد 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 ايوه ايوه يا بارك الله اقول لك عقب المساء هي ودينا مره عزلان ذكرونا تعالي شويه حليله السلام عليكم ثانك يو كيف الحال يا شباب سلام عليك بلاك انت ما طلعت تنزل ما فينا تم محمد قصة عقل جوتي والبسة عقل جوتي والبسة ما شاء الله أبغض ما عند أبغض ما علي عقل جوتي والبسة بالعكس الرياضة هاي نبوه إيه؟ فعلى معاقين ولابسة تكسير دهون حبيب بطن أخي ما شاء الله قدرناها نحن المدينة نوبري بيتسو سايرين باتجاه الله يحفظكم
سكي ريزورت ها اللي حس سكي ريزورتو ها اسم المكان سكي ريزورتو هذا مكان التزحلق على الثلج ومن هناك بنسير المتجع وخلاص انفر يا حاج انفر يا حاج فك الله سعيد بن عمه جبليه ها هي منطقه جبليه نفق بنفق الحين دخلنا ندخل من واحد ندخل في واحد ندخل في واحد ندخل في واحد ندخل على هالمنوال هاي كل ابوي بال مخبقه كل يبال ابوي مخبوق بهالنمونه نفق تدخل فيه من شرق ويظهر بك تظهر من غرب شو بقولك يمكن ثلاثة أو أربعة تنفق لي الحين خطفنا فيهم الحين كم باجي الحين أمينة ساعة بس بعد باجي ساعة باقي 61 خطفنا اللي مشينا تقريبا 40 كيلو باجيات 60 ابوي عن نوصل هذا اللي بي المكان هذا المنتجع هذا يي خاصه يعني ما يسكن في مدينه ويظهر منها لا هذا المنتجع اللي نحن سايرين حسب هذا يجون العرب ابوي خصيصا من يوصلون المطار سيد ابوي سياره توصلهم لين هالمكان يلسوا اسبوع 10 ايام برنامج غذائي معين بأكل وشرب وما أدري كيف يجلسون أبوي مدتهم كاملة وردوا عادة أمينة آمنة أريد أنا بذور النرجس إن شاء الله حفظك المكان كله بذور وزهور ورشي وإن شاء الله حفظك رشي هاي تشتري متى؟ ثلاث الأيام الأخيرة راجعين في هالدور أنت تعرفين النرجس؟ النرجس ترى يجي عدة ألوان ايوه هذا زراعته تاخذ 3 شهور اول ما ينزرع فضروري ترويني المكان هذا اللي بناخذه زرعت من النرجس قبل يمكن 7 سنين لكن زرعته متاخر في الموسم وما اعطى محصول جيد بذرته تقدرين تحافظين عليها لين سنه كامله وخلاف تحطي لها تربه جديده وتظهر من يد جديد في الموسم مالها لكن زراعتها لازم على الموسم بخبر الجمهور ان شاء الله خلاف يعني المتابعين بطريقه زراعه النرجس في موسم عاد ما بالحين نحن الله يحفظكم في منطقه اوسوزان وين النقطه الحمراء هذه واليبل هذا اللي تشوفونه هذا الحين بيننا وبينه شط شوف بكتشر هذا تشوفون هاليبل اليبل هذا وات ذا نيم فور ذس وان كوماغاتاكي هذا كوماغاتاكي يبعد بيننا وبينه هل تشوفونه بيننا وبينه محيط الباسيفيك ونحن في منطقه يسمونها اوسا سوزان هذا اليبل الله يحفظكم ويبارككم يا حين هذا تشوفوا اليبل يسمونه اوسا سوزان يبل اوسا سوزان ارتفاعه 737 متر زين واللي تحته حتى اللي تشوفون الليبل هذا اسمه شوا شيزا شوا شيزا صح شوا شيزا هذا الليبل اللي تشوفونه سنة 1945 ما كان موجود هذا الليبل 1945 ما كان موجود في خلال سنتين ظهر واستوى الليبل هذا ثار من تحت الأرض حمام بركانية وكمل سنتين وغدها الليبل مكانه في خلال سنتين سبحانك يا رب والليبل اللي عقبه منك شوفون الليبل هذاك الله يسلمه شبيه يبل فوجي اللي يبعد من طوكيو ساعة ونص المشهور ومعروف عالميا الليبل هذا شبيه اسمه يوتيزان ارتفاع 1890 متر بس عاد عليكم نحن وقفنا في هالمكان كاستراحة في نص الطريق قبل ما نوصل المنتجع قلنا بنوقف نطالع العلوم والأخبار جينا نفتح شوي هاي استراحة في نص الطريق ما أعرف اسمها هذا كان يازت اليوم قلنا بنريح شوي صورناكم هاليبل اللي استوى بقدرة غادر في خلال سنتين سبحانك يا رب أحوح شغلة
أكبر جزيرة في اليابان هي هوكايدو اللي نحن فيها هذه، يا غير عاصمتها شو اسمها سابورو، ومن سابورو لين المنطقة اللي نحن فيها هذه اسمها تويا. البحيرة هاي بعد مسماي على اسم تويا، على البحيرة هذه على اسم تويا. العالم كلها اتي المنطقة هذه لجل المياه الكبريتية والمياه الحارة، والمياه الكبريتية ممنوع لك وست يا ابني المنظر. قلت اصوركم المكان هذا وايد جميل جميل جميل، الطريقه خياليه، سبحان يا رب العالمين، سبحان الله. يبل وشيء ابيض، يبل ابيض، يبل اسود، يبل حمر، يبل لك 600 نمونه. وعلى ما تشوفون طول الساحل وطول المكان وعلى ليبال وعلى البحيره كلها ابوي فنادق، كلها فنيت غات فنادق فنيل قاتلك يدن غرض ويسدن حاية. مناظر جميلة، كان مالت واحد روحه جاي يعني ينبسط يستانس. الحين هني جاي أبو كاديني مكده، لما بقى عليه بقى ما بقى عليه يست أنا أبو. شو مازين للمكان، هذه البحيرة اسمها بحيرة تويا، وهذا الله يسلمكم الطريق اللي نحن جايين منه. والمترجمه يوم عد وصلنا نحن هني قالت والله ابو محمد ها ذاك الفندق اللي انتم بتسكنون فيه اللي هو المنتجع. قلت ما هان علي ما ارويكم المكان اللي نحن بنسكن فيه اليوم، المنتجع حابب باكر الليله لين باكر اذا الله اراد. مكان جميل في منتهى الروعه، وهاي بحيره تويا، وهذاك اللي نسيت والله يسمونه يشابه يبل فوجي. المكان وايد جميل وسياحي ومشهور كله في العيون، بالعيون الكبريتية اللي تلعب، كله فنادق، كله فنادق، كلها الدنيا طول ما انت ساير وياي كلها فنادق. المكان في منتهى الروعة، يبعد من ساعتين من سابورو اللي هي عاصمة هوكايدو. مكان جميل وفنان وفي منتهى الروعة، لكن هذاك بعيد ساعتين ونحن نمشي الحين. كان ان شاء الله وقفنا ابوي قالوا ان ابوي هذا المكان احسن مكان للتشيز كيك في الطريق، احسن مكان يقول لك يبيعون تشيز كيك في هالمنطقه، ومشهوره هالبقعه كلها ابوي بالتشيز كيك، تشيز كيك ريج نص اليابان ونص هالدنيا. خطف ابراهيم، ابراهيم خطفه يا ابوي بارك الله فيك. ما زين له البقعة، يا سلام سلام. إبراهيم يلا أبوي، هذا المكان أبوي أخير مكان يقولك يبيعون فيه تشيز كيك، هذا المكان إحنا وقفنا حين قبل ما نوصل بقعتنا. وهذا أبوي المكان، عيبني المنظر قلت أصور لكم إياه. وهذا اليبل اللي قلت لكم قبل شوية يشابه يبل فوجي، مكان فنان ما شيء شراته، مكان وايد جميل وما هان علي بعد ما اصوره. يلا بارك الله فيكم. يلس ابراهيم بصورك، يلس هي يلس عاده بالخيب بالخيب تكون شو ياك؟ تعرف الثلج مالهم زين ليش؟ قوي سبحان الله. هي ولا انت شي قوي لو ما قوي مال النمسا هي ما تروم تمشي الا ريول طاحت. يا رك الله يا رك الله، محروز 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 يا ابراهيم توفيق، يا رك الله السليطي. اخذ كل شيء، ها اقول لكم هذا ها التشيز كيك مالهم اللي يطرونه، وهذاك الكيك اللي هو التشيز كيك مالهم، هذا وهذا يخدمونها على طريقه خدم الافران، هاي الساعه يخدمون لك اياها. اخذ محمد عصب ما يودنا على الغداء. لا انا ما لا ما عليه، احنا لا طعوم يا ربي اي لذيذ يا ريال، يعني عباره نحن حياتنا ما اكلنا ابوي هذا ايس كريم. يا ربي شيء تحشو الكيكه بالكريمه مالت التشيز كيك. الله لا
القديم ما غلطهم شيء. سبحانك يا رب. وهذا الفرن هالساعة. وهالكعك هنه زاهد هاي الساعة يحشونه. آمنة. الحين حسابنا لحسابكم أنتم؟ هذا التشيز كيك ما تشيز كيك؟ زين شكرا. أبوي هم متعبلين منه من كل شيء، حتى أي شيء نباه خطفوا وخذوا لنا اللي نباه وطرقوا. قلنا لهم متهلعين على هذا متهلعين على هذا، ومن نقول لهم نبي شيء قالوا لنا هي والله إن شاء الله. والتصنيع أبوي هذا على ما تشوفون. كلهن زيهن مو وحدة. غاوي المكان محمد؟ زين طعم ابراهيم شوي يجونه؟ ها شوف صبري اقول لك وين من هن؟ يكتب عليهم دائما اسم الشركة. بعد لازم تكون نور ترافل. ايوه على الفاتورة عشان يوم السيرين يعطيك يعطونك الشركة بيزاتك. ايوه لا بيزيتهم مو الشركة ما هي بيزيتهم. انت عاطينك فلوس نثرية في داخل الشنطة. ما راويت لنا اياهن عيل؟ مينا الحين هل المقابل اللي تونا طفنا عليهن يدفنونهن دفان في ديانتهم ولا شو؟ لا البوده اللي يحسك البوده يحرقوهم زين بعدين يحطوهم في زي الكيس الكيس هيك بعدين يحطوهم بعدين لما تيجي عائله كامله وهي محطوطه في نفس المكان هي بس عائله كامله في غرفه؟ ايوه بس هي شو في عندهم زي الفرن هي الفرن هاي بيحرقوه يبقى طرف تراب هيك لا اله الا الله رماد رماد وانت شو ناويه؟ أنا عندي مقبرة هنا إسلامية في نسيت المكان. لازم تخبرينهم خبرين سبحان الله يغلطوني يودوني جدا الفرن. يا مناشي يا مناشي لا كتبة هي موجودة. هي تحملي. إي والله. والله يصير يغلطون لشياته 24 ساعة ويا أمينة. أمينة أقول لك المزح مالي معاك أنت مستحملتنا وعاجبنك ولا متضايقة؟ اقسمي بحلف قولي صدق والله مبسوطه والله ما بزعلانه وهدين يقولوا لي ليش تتكلم مع الحرمه بهالطريقه لا والله ماني زعلانه مبسوطه من طريقتي وياك مبسوطه هي والله لاني انا اللي ارتاح له امزح معاه بهالطريقه واللي ما ارتاح له تقطيني مويم الله يحفظك شو احسن امزح معاك ولا اتم ساكت الله يحفظك يا رب ما جاوبتي على السؤال الله يحفظك يا رب يعني هي ولا لا ايه زايغه بنسمونه هذاك ديك الحمام يتابعني وهي متروعه منه تعرفون عاد ديك الحمام وابو هذاك صغير اللي كان ويانا البارحه الحين قدام بعد ما بيفتهم ما بيفتهم رمستي يا ست تغامس وتلامس ما بيفتهم رمستي ايش عرفه انا ابوه رايك انت ابدا من راي يعرف كل شيء ريت حصه ليت الله فاك لنا منه والله بنت اي دقه 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 الله حفظه بالله لقيتها في تبع في دقه دقه دقيقه دقيقه والله ايه يا ابي خليك ما عليه تمنه حليله رايلك طيب ما علي ما خلاص صار شو لا لا خلاص الدار من تمنه ابراهيم لا حرام حرام والله الله يخليك والله بعد تصير تجمعها بعدين فقير لا ما بتجمع بتجمعها بلاد تجمع بلاد ريلها الضعيف اللي معش بشفنت تحرك شف عفريت ما شاء الله عليها قو العفاريت فيها شليونية سبوس فوق سبع سبعة انت ولا تعول تبارك الرحمن من وين يبتلقوا هذا انتم عندكم الريف صح الرياف شي الحريم قويات اي والله نفس فوجي جميل المنظر هذا يثور ولا ما يثور؟ لا الحين لا لا متى يثور؟ متى اخر مرة ثار؟ اسأليه اذا ما تعرفين اسأليه بركان كراسيك لا هذا اللي يبر روحه دكو دكو كثار هذا لو ما كثار هذا شوف هذا ارتفاع الثلج الحين تقريبا 3 امتار ها الحين 3 امتار ارتفاع يا ربي شو هالرمس كل هذا هاي الرمس كله عسب اجابه جواب واحد وبعد ما جاوبتيني لا
يناير في التليفون. الشجرة بعدين يقدر يرجع. الشجرة ولا الشجرة؟ الشجرة. بعدين الربيع عندهم في شهر 5. لكن الحين حين كله ثلوج. أيوة شوف هاي أجن. وين أشوف؟ يا رب. هاي البيوت منو مالاته؟ ملتهم الأصلي للأمة هت الأصلية هنا قاعدة. والله. شو اسمهن؟ أوباشن. ها؟ أوباشن. أوباشن. أيوه هي العجيز. والله. أيوة. ما يرد ما رد ما ردوا البلاد. يلسن في نص الثلج. إيه هم هي بلد. متعودين على هالجو. متعودين. سبحانك يا رب. هي كنا في سابورو حنا جايبوها هيك بس إحنا إجينا في آخر فصل الشتاء. كنا حنوصل الهوكايدو نشوفه كلها زي هيك. والله. والله. هوكايدو. أيوه. بس احنا هي مدينة ثلجية بس احنا وصلنا في اخر جزيرة ثلجية الجزيرة ثلجية علشان احنا وصلنا اخر هاي الشهر. متى وكم شهر تكون ثلج هي؟ هي 3 شهور خمسة شهور سوري 5 شهور ثلج من شهر 10 يبدأ الجزيرة ثلج. كاملة ايوه من شهر 10 يبدأ هنا ايوه وحين لكن يوم كل ثلج منو يقدر ييها ما حد ييها نحت نحت الثلج ايوه يا ابو في ابو ظبي من مده هي الالعاب اقول لك يا ابو في ابو ظبي امس في ارض المعارض هم هذا نحت الثلج فريك حتى الفريك أيوة. وين يشل هيك هيك وهذا فندقنا نحن أيوة. هذا ايوه اللي وصلنا اليه ها فندقنا اللي بنسكن فيه أيوة. من بعيد يبين قصيروني صغير يا بلاد يعني من كبره ما بصغير يعني فندقنا فندقنا تحرى فندق ابويا هذا فندق وصلنا هذا روستو شو اسمه روستو ريزوتو هذا وصلنا فندقنا بسم الله هاي فندق اول ما تدخل الفندق هذا هيك ها مالي حال هذا اني تذاكر حق الدخول المكان اللي كان يصور فيه هذا المدخل مال الفندق ها في الدور اللوبي هذا اول ما تركب من فوق اللوبي اللي فوقاني اللي امنه وبتصير ها كل بيع ومشترى عندهم. Where are we going here? Lobby? Lobby. هذا أبوي. هذا أبوي فندقنا. نحن جايين حسب. والله عليكم. هذا اللوبي. أحد يسوي تشيك إن أحد يسوي تشيك أوت. أمينة نحن وين سارين الحين؟ أوكي. Here's the main lobby. هذا اللوبي الرئيسي هذا اللوبي الرئيسي شفت هاي في ثم في جبل وتخرج من هنا الناس كيف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عيد ابراهيم توفيق رقم واحد شو هذا المكان هذا شوف الزي مالهم التقليدي هل يعطونا قطعه من حسبتي اعتزال سم في شيء هذا فقع تكذب فقع عندهم وينه هذا ما فقع فقع مو قال لك هذا فقع لا لا علي ولا زيت بوتيتو بوتيتو سكر انا وانت تحرك تشتغل انت هني والله اي والله في كل ذي كبزه رطبه اجر ظنك ايه الحمد لله حصلت لك اجر وانت جالس لا تعب ولا وانا جالس اصور بعد اجر مستر سوتو وي ار جوينج تو ذيس ريستورانت واتش يور ريستورانت ذيس وان ذيس از ا جابانيز ريستورانت بروفايدينج ا مسلم كولينري ميلز مسلمز ميلز يس مسلم فريندلي ما شاء الله ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فور ايفريثينج
وين كانت؟ يا سلام على نور ترافل. كل مكان. وين؟ كل مكان احنا متعاقدين مع هاي الفنادق علشان اي شيء بيعجبهم للاطفال وكل شيء. هي هي. وحين نحب ندخل مطعم. هاي. زين. This is Muslim's friend. Yes, Muslim friend in the hills. هي حلال. أيوة. حلال. حلال. شهادة لطاقة. سبحان الله، جزاك الله الخير. الله يرفع شأن المسلمين. اليوم ودوم يا رب العالمين. هالطريقة التقليدية مالتهم. وأدبهم ضروري ضروري لبس الجوتي. دين هني من توصل المكان هذا لازم تلبس النعال. ممنوع عندهم، ممنوع، حق يركبك، حق لي فصل، ما ممنوع بلي جوتي بالجوتي، لازم بنعال. هذا مكانهم على ما تشوفونها، ثلوج دور مدار، وداخل مختصر للي عنده عائلة ولا شيات، سبحان الله ما يبى حد وياه صار داخل. وهذا القسم حين اللي حاطينه هنا مزهبينه إلا نحن حينه بندخل يلا أوكي. هذا القسم اللي نحينه نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قسمنا اللي نحب نتغدى فيها حين الطريقة الجابانية. يكون القسم تقليدي مالهم دريد تشينا نارل شو دراتشينا شو درات ياباني. هذا مستحيل تظهر التقليد الياباني. ليش اقول بالانجليزي؟ ها ما تشوفون يلا شباب، يلا ابو احمد، يلا ابراهيم، انا خلصان لك روت عني خلصان. شو اسوي هذا اللي سمعتوه بالاول؟ عزر الزبة وعزر الزبة. هذا ابوي عزر الزبة. هين لا تعزير، ما بلازم تعزير هي. يلا يا ابوي، يلا بارك الله فيك. نعم هذا ابتداء دياب اقول لك هذا غدانا كل سوشي الطريقه التقليديه القديمه. شو حلو الويتريه يبو ما يبو يبون جواتيهم. هي لبس مساوي هذا السوشي اللي على عمل بحره، هذا اللي يقولون عنه على عمل بحرة. أنا أحب من الأساس أحب السوشي يعني. السوشي اللي هذا كله نحن نعرفه في كل البلاد. هذا أنا ما شفته. شو طلع؟ هذا حبول. سوشي حبول. الحبول اللي هالنمون بيض السمك ها عرفناه. هذا أنا أول مرة أشوفه. الكذب خيبة. هذا لأن كنت أبوي في المعمعة في بيته. في عين الماء. في عين الماء. يارك الله ويار الله عينك. هذا بالله صورنا نحب نصوره. This sea urchin called uni. This one. Yes. It's really popular ingredients around here. Only in here. Yes. No, not only here, but it's really famous for fresh. Fresh one. Yes. Very fresh. هذا يقولك عاد لأنه وايد فريش طازة الحين. فلذلك هم يمتازون في لقربهم من الباسيفيك. فلذلك ابوي من البحر سيده ويعطونه ويخدمونه وهج ساعه يعطونك اياه. ثانك يو فيري ماتش فور ايفريثينج. ثانك يو ثانك يو. هذا بعد سوق مغير. هذاك شو عيش اوروبا؟ هذاك عيش ابيض. عيش ابيض شيء لونه ابيض؟ ايه. هاي لا حول ولا قوه. لازم نسالهم شو السر في ان عيشهم شيء قد ابيض؟ ابيض تحرينا ثلج. ما في غبار. في المويه بس والمشين تحطها وبدون لا ملح ولا شيء. شو؟ لا
بتحط الرز في الصلح وبعدين بتحطها في مش خلا الرايس كوكر هي وبعدين يطلع الرايس هيك. يا سلام على ابراهيم. هذا ابو السوس مع تبورة ملعب بداخل. العافية يا ابراهيم. على قلبك حبيبي. شكرا شكرا محمد. من الأشياء المتعارف عليها في اليابان وقت الويبة يبون لك شاي ياباني ضروري جابانيتي جابانيستي أثناء الويبة يبون لك إياه ما بعقب أثناء الويبة الويبة الوجبة. يارك الله يا أبو أحمد. الله يبارك. أنت وين الابتسام يا أبو أحمد؟ كل حد يقول لي محمد ما يبتسم. لا ابتسم مضحك بعد. وين عيب ما حد يشوفه؟ الكاميرا برا الكاميرا. مغبر الكاميرا. يارك الله يا أبو توفيق. يارك الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. من شر حاسد إذا حسد. إني حفظك. بسم الله عليك. بارك فيك. يارك الله. سامبا سامبالو سامبالو وان تايم وان مور سامبال. ابوي هذا اللي بيي وما بيطلب ويا هذا سامبال. هذا ترى ابوي ما يحب الاكل. بشرات المعبوش كان هذا طريق تغيير لذيذ غير المونه. كان هذا فلفل فلفل ريج جهنم وايد حار. ما بحرورة عادي حرورة زايدة على اللزوم. لا تقول ما قلت لك أنا أحب الفلفل يعني. فاللي يحيد عمر ما يداي الفلفل لا يجي قربه. اللي يتخبرون عن طعمه هذا السوشي الحبول. حب الحبول هذاك بالفلافيس اللي هالمتين كبر حبة القهوة. لا هذا غير حبوله. شرات حبول نيسرة اللي توها بتسوي الحبل. الحبل الأصفر ما نيسرة توها تسوق بالحبل. هنمون حبلها الحبل هذا. وطعمه الطعم شرات طعم الفراخ. شفتوا الفراخ اللي ياكلون الفراخ العادي يوم حار هنمون طعمه لذيذ وفنه ما شي شراته. ما سويت لهنا وحده هنتين عق ما تعق. تبارك الرحمن ما شاء الله علي. ما ادري شو جايب هذا. اعتقد جري فروت. جري فروت ها جري فروت اورث جري فروت ان ذا توب هاني سوري ان ذا توب هاني اور وات هاني. هي هجري فروت ابوي يحطون على وجهه عسل طريقه تم. اقول لكم عن السامبار هذا. This is not from Japan. This is from Japan. Actually original sambar made by here. From here. Yes. I was chef. Yes. Your chef is do it. Yes. But is it original from this country? No. Huh? We can hardly buy sambar in Japan. Bar هذا اللي أنا توني صمصمت عليه. جايب منه هو عينه جايب منها من ماليزيا. جابها وعطاها الطباخ مالهم. وطعم منها الطباخ ويازت له وسوى منه بشيء بصفة يومية وأضافوه إلى طبق السوشي مالهم. لكن متعارف عند على اليابانيين انهم ما ياكلون الشيء الحار. جليل اللي يرغب في الشيء الحار في الاكل اللي فيه فلفل. جليل ان حد يحبه. شوف هاي طريقته هذا ها يجلعون فيه. طريقه شوف وحده وحده تنقطن كل شيء مسوي له مسوي له شيء جميل. ريال حليله. هلو واي يو ستاندينج هير اي نيد تو ليت انيبادي ايفريبادي تو نو واي هير ها ايوه هذا يتم مركوز معالي رؤوس الضيوف فلذلك اي حد يكسر عليه شيء يربع يجيبه اي شيء ما اي شيء يكسر يربع بدون يكون يركز بعيونها تشوفونها عيونها الكبيره يقزن الدنيا كلها. هاي تحرى عين شرس. هاي شوف الدنيا كلها يطالع يدك شو تحته وشو اللي وقف شو ما وقف ويربع
بالخدمة برسم الخدمة ها؟ ثالث كل الصبية في ذمتك؟ والله العظيم هربت اثنين وما وحالي قلت ثلاثة عشرين ببرا بس بقى في زيني الرابع Thank you very much. As I know, you only have 40 minutes or something. Mm-hmm. Actually, I wanted to take you around whole area, to take you around whole resort, but this is one of the mega resort in Hokkaido, and the area is so huge, and easily 3 hours if I take you around quickly. But since you don't have time, I will make a short presentation for you. Thank you very much. Thank you. View from our mountain, the peak of the mountain. Mm-hmm. And then, as you can see, this is a mountain called Yotezan, Mount Yote, mm-hmm. which is represented a mountain in Hokkaido. As an owner company of Musutsu mm-hmm. Resort, and running various hotel and resorts, ski resorts, or a Korean, you know, actually started from this one. Do you know what it is? Hey, dip. English, what do they call it in English? Iconic animal. Yes. In Hokkaido. And also brown bear is the biggest animal in Japan. Uh-huh. This one. How weight? Yes, weight 300 kg. Each one? Yes. MashaAllah. وزن الدب الواحد 300 كيلو. The president of Kamori, Mr. Kamori, a cable car company uh-huh. in Noboribetsu. I think you've been to Noboribetsu, right? Yes. The onsen yes. area. Yes, yes, yes. Yeah. وين كنا نحن يطري. He was running these bays to the peak of the mountain. This is observatory uh-huh. area to have more customer. That's true. وداتني دال فندق. نقدر نروح نشوف صح؟ من ومنت بليز اي رجال اللي تقصدين اللي اشترى ذاك المحل اللي امس كنا عنده والله هو راعي هالدنيا كلها and all these things for him yes, this Kamori Kanko have been running actually some of them have already been sold out to concentrate to Musutsu more for example, in Musutsu Resort, Aquarium, Bear Farm, Japanese restaurant, Ryote. You know Ryote? Again? Okay. We have the world's largest koala park in Australia. Okay. Do you know, if there is a time, I will show you when I visit Australia Koala Zoo. Yes, you have to. I have it with me right now in the YouTube. Oh, great. Well, if you open my channel, you will see it when I visit in Australia. Oh. Yes, it was 7 months ago. Oh, but 7 months ago? Yes, 7 months ago. Wow. 7 months, yes. 6 months maybe. Yeah. Yes. Yes, ماشي. طلع أبوي شفتوها الرأي البارحي هو يملك حديقة الكوالا اللي جيتها في أستراليا. غرب الله تمقوى. Okay. Australia Koala Park, Lone Pine welcomed a lot of famous people like Michael Jackson or Eric Clapton, you know, yeah. those major people as well. Now you have Khaled Al Khaldi, one of the famous people also. هو حين خبرني معلومة أنا من البحر عرفها غير نسيت أخبركم بها أن مطار هنيدة من أكثر مطارات العالم ازدحاما أكثر مطار في زحمة طيائر هو مطار هنيدة في العالم هي. شوف كان الأول حاليا رقم 3 خذ وهو now the more Chitose and Haneda now Probably Seoul to Jeju Island. هوكايدو ثالث أغنى منطقة في الثلوج على مستوى العالم. The third is it? من أحسن ثلاث أماكن في العالم للثلج اللي هي المنطقة اللي نحن فيها هذه. I think this is one of the reasons why Hokkaido is so popular. It's the temperature. شو اللي يميز هوكايدو عن كل بلدانهم في اليابان الجو. مثلا في شهر في شهر واحد درجة الحرارة
ماينس ثلاثة هني ناقص ثلاثة في طوكيو عشرة تكون فبراير أيوة في أكتوبر لا لا شهر ستة شهر ستة شو يكون شهر ستة هوكايدو 19 درجة هوكايدو طوكيو 26 درجة أيوة هذا اللي بغيت أعرفه area for example Sapporo only 90 minutes from Musutsu. From Sapporo to here? Yes. 90 minutes? 90. يعني ساعة ونص من Sapporo لي. Yeah. Also, Chitose Airport, only 90 minutes. يعني هي في النص. The Rosetto in the middle. And everything you can come by not more than 1 hour 30, 90 minutes. Actually, we bought a helicopter this year. Uh-huh. And if you use a helicopter to Sapporo or Chitose, it only takes 15 minutes, 15 minutes. This is, but do you know the way it's very good, the views when you come. Views? Yes, very good looking, the place. Yes. You see the mountain, you see the ice, the chestnut thing. The snow. Yeah, very good things. Yes, that's a very good point, because they have four different seasons. Like each season have a different face. Yes. Okay. Thank you very much. Niseko is also a well-known ski resort in the world. And maybe you should visit Niseko as well someday. Inshallah. You hardly see Japanese in town. Mm-hmm. Most of them are tourists from overseas. Hotel today, how many percent full? We can accommodate up to 4,000 people in total. Today? Today. No, I mean today, how many percent the hotel? 90%, 70, 60? Good question. Today, uh-huh. 100%. MashaAllah. Good. Good job. I'm not saying bullshit. This is true. Yeah. We don't have any vacant room today. This is true. MashaAllah. هذه هو ابو المدينة اللي احنا فيها. It's a great view, isn't it? It is. Yeah, actually, I wanted to take you to the peak of the mountain to show this view. Because, you know, today is such a blue... حط لنا الرقم هذا. طلع. يقولنا ليش نحن حاطين رقم 14؟ أنا كل حد قال شيء. لكن اتضح أن شو؟ أن ارتفاع الثلج 14 متر. يستوي الثلج عندهم يتراكم 14 متر. على هالأساس يكون الفندق هذا فل دوما ممزور الفندق عشان ارتفاع الثلج كل من زادت كمية الثلج ارتفاع مش المدة على اليابي يعني تشوف على مد النظر لا ارتفاعه مثل تساقط الأمطار كم الارتفاع هذا لا تساقط الثلوج كم الارتفاع 14 متر 40 what does mean the 40 شوف الحينة يحطون ابوي الأربعين هاي يعني سرعة السيايير يخلونها لين 40 بسبب شو ارتفاع نسبة الثلج إلى 14 متر. Okay. Then this is a research result. These are two core business that we have. One is the Hokkaido's largest amusement park. And during winter, we close amusement park because amusement park is covered with snow. Mm-hmm. So we cannot actually run the amusement park during the summer. So for the ski, yes. The red color. And we have three different mountains. This is West Mountain, East Mountain, and Isola, Mount Isola. And as a ski resort operated by one company, we are the largest in Hokkaido. MashaAllah. Yes. And you see, we're in operation. We are running businesses over 35 years. 4,000 hectares? Yeah. For the resort? Yes. Yeah. 4,000 hectares.
But actually, developed area is only 40% at the moment. Mm-hmm. So rest of the 60%, mm-hmm. we are looking for your investment. Inshallah, why not? And we also have conference facilities like this, from the small one to bigger one, and can accommodate around 2,300 people in total. And we welcome over 400,000 hotel guests, and also 1,100,000 people annually. في اليوم. One day. No, not a one day. Through Japan's number one ski resort. We were awarded as Japan's best ski resort and also Japan's best ski hotel. So we would say we are officially Japan's number one ski resort. That's what we feel. Yes. He's Mr. Tamori. Hey, والله هذا هو هل وحليلة مخيرة. He's very good. I stayed with him yesterday more than 30 minutes. He's very good guy. I feel I know him long time ago when I sit with him. Very good. And also we have an amusement park with over 60 rides. Season. Yes. We have plenty of outdoor and indoor activities as well. And this fireworks is the sort of iconic Rusutsu event. Mm-hmm. And we have about 1,200 fireworks every day during the summer school holidays. Daily. It's daily. In the evening, in summertime, what is the weather? The temperature? Uh-huh. Temperature is around 20. In the evening? Yes, even in the evening. And even comes below 20. Uh-huh. And daytime? Daytime, 25, 26, uh-huh. around that. Subhanak, Ya Rab. Say it again, please. This huge outdoor swimming pool uh-huh. can accommodate around 300 people at the same time. 300 نفر يشل الحوض هذا وموجود بس وقت فترة الصيف يفتحونه تكون درجة الحرارة 25 لهيك استاذ خالد نور ترافل توفر كل الفنادق في كل أنحاء اليابان مشكورين يا نور ترافل وبارك الله فيكم يا نور ترافل أنكم عرفتونا في هالمكان الزين شكرا واللي يبي هالمكان شو يسوي؟ يتصل بنور ترافل ونور ترافل توصله ويكون عليه وتسوي اللي تحط المترجم والمرافق والسيايير وكل شيء وفي اسعار خاصه حقكم انتم ايوه شكرا جزيلا and so our tap water can be drink and actually it's very tasty so you better شرب الماء الماء الماحي اللي يابولنا اياه هذا مال ولف يا غير مال مطر مال ثلج وحلو بطريقه خياليه هي والله طعم لذيذ. Yes. Okay. Please try to drink tap water uh-huh. if, around here. It's definitely tasty. Inshallah, today we'll not sleep until we drink more than 10 bottles. Thank you very much. We have plenty of snow activities. And obviously skiing and snow rafting, dog sledding, snowmobiling, and indoor swimming pool, and also natural hot spring. And this is a hotel. Which one? This one, the tall one. Yes. You know, everything. Those all accommodation uh-huh. are owned by us. And also an accommodation facility. And food is one of the biggest reasons. It's one of the most famous region for fresh seafood. الناس تي مخصوص للهوكايدو عشان السيفود الطازة والمحضرة عندهم
طريقة تحضير، ما بالله السمك موجود، لا طريقة تحضيره وطريقة خدمتك على خدمتهم روحهم يعني الصينيين، فيمتازون بمليون نوع ونوع. We have 14 conference rooms, which is one of the largest scale in Hokkaido. Can accommodate up to 2,300 people. Okay. And in 2008, we worked as an international media center for G8 Summit. And for example, this is an example. We welcomed the ambassadors from GCC countries in 2014. He's the ambassador from UAE. والله والله والنعم. About 300 people joined this forum and event. ما شاء الله. This one was here. It was here, yes, in the same hotel. We hosted, yeah. MashaAllah. Yeah, those we welcome. Actually, I went to pick them up to the airport, and then we traveled with them. Yeah, one of the reason why we hosted those ambassadors from GCC countries is to promote our Muslim-friendly meals. Since Japan is not a Muslim country, we have less knowledge about Muslim food or Muslim culture. Mm-hmm. So we hosted them and practiced a lot to provide better service for Muslim people. Jazakum Allah khair. The ceiling is a symbol showing the direction of Mecca. حتى مسيد عندهم. حتى الصحون اللي تمر تصور كامل، حتى الصحون اللي يغرفون للمسلمين مكتوب عليهن حلال، ومغاسلهن غير عن مغاسلهم، وكل شيء بانفراد يسوونه. هالفنادق يسمون صديقة المسلمين، فنادق اللي عندهم في اليابان صديقة المسلمين، حتى الصحون اللي يستعملونهن مكتوب عليهن حلال، وهذا كله بويا شركة نور ترافل هي اللي تتعامل وياهم. على هالأساس شركة نور ترافل متنقي الفنادق هاي على أساس الأكل الحلال عندهم. شكراً لك. This is in Arabic. It's in Arabic. But especially in UAE, مرحبا الساع. مرحبا الساع. مرحبا الساع. مرحبا الساع. Thank you. Thank you. Arigato. Thank you. يلا شباب. Yeah, thank you very much. Thank you, thank you, thank you for everything. Thank you. الغرفة اللي احنا تونا كنا فيها وهناك وين كنا ساكنين. يارك الله ما شاء الله ما شاء الله. هم بعد السوشي. اوكي مرحبا صح. Thank you very much. رتبنا الظهر منه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا الحوي على اساس مام ياخذ العقل. ها لقمه الفريك لا. نحن بركب التلفريك ولا بعدنا؟ إما نحن بنستعمل التلفريك؟ أيوه. متى؟ الحين. يلا عيزنا في نرقات. Two in the world. هنتين شيء منهم في العالم هاي. هنتين منهم. One is here. أها. And another one is in the Netherlands owned by Michael Jackson. الأطفال يعني. هذا الفندق نحن اللي جايين الحين. هذا فندق اللي نحب نبات فيه. اللي مساء ارويكم صورته من تحت فوق قمة اليبل. هذا بوي اللي فوق قمة اليبل. هذا هو فندق انا. I sent for you now message. Wait by my number. Okay.
وي 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 وي. اوه السلام عليكم. هذا فندق نت. لو ثانك يو ثانك يو. هذا فندق نت توني جايين اللي بنسكن فيه عاده. اللي صورتكم يوم من تحت. ايوه. احنا الحين فوق قمه الجبل. وليه تحت هذا أبوي البحر اللي مساع صوت لكم بيه البحيرة هذا على موتيوب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا أبوي أحسن فندق مني هالبلاد شفته. شي هذا النظرة الأولية. هذا من أول ما تشوف الفندق تروم تحكم عليه وتعرف أنت وين؟ وشو هذا اللي أنت فيه؟ الفندق يا الله يحفظكم نور ترافل هي اللي جابتني. هذا بيتي أنا في هالفندق. الفنادق اللي الفندق اللي قبل شوية سرنا نتفرج عليه لأن في هذاك منتجع وكل شيء فيه في الدنيا العودة. ألعاب وحدائق حيوانات ومال العوب وتزلج وتلفريك وكل شيء. هذا لا. هذا شيء غريب الأطوار. سبحانك يا رب. انستغرام مول تايم. How do you know what I'm talking about؟ هي في الانستغرام. خير بالله تم بعينه. ودي وين؟ How could they understand? How could she understand what I'm talking؟ ها؟ About your fashion money would look. هي. And they said he's your quality one. I am one of the followers of your Instagram. Thank you very much. Thank you for coming. والله يا ابوكم شو بقول لكم. هلو بتجلس فيه 10 سنين هالفندق. لو بتجلس 10 سنين. اللوبي مالي يا ابوك هذا يسوى بلاد. هذا الريسبشن هذا حلو المكان روعة أكيد عجبني. نور ترافل ما تقصرون يا نور ترافل. كان الله الله باللي بيتصلوا بكم عن طريقي. ايه الله الله بالاسعار. يا سلام. سبحانك يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. موقع غريب عجيب. حفظكم وينزا هوتيل. هذا وينزا هوتيل في تويا. تويا وهذا منظر الفندق من أجمل فنادق اللي أنا شفتني يعني لين الحين. والإطلالة مثل ما تشوفون هاي الإطلالة إطلالة وينزا هوتيل. والبحيرة اللي تحت بحيرة تويا. كل الثلوج هاي اللي تشوفونها فوق جميم هاليبال كلها بوي الصب في هالبحيرة وتتكون هالبحيرة على طول هالسنين. 4 شهور لو 3 شهور ماشي ثلج ولا الباجي ثلج ريج. ارتفاع الثلج يوصل إلى 12 متر في هالمنطقة. أكثر منطقة من 3 أماكن في العالم يوصلها الثلج بهالكثافة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Thank you. هذا أول ما ضيف يستقبلونه في هالمكان. ها ويلكم درينك يسمون المكان هذا بوي ويلكم درينك.
لا تقولون ما قلنا لكم هذا بيقول لكم درينك. يلا قربوا 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 شباب. هي نعم هاي ويلكم درينك. يلا شو يكون هذا الحين يا بينا؟ هذا ضيافتهم شو هذا الله ولي هذا ملك تي؟ ايوه احنا نسموها هذا ملك شاي حليب؟ شاي الحليب والله؟ ايوه وليش قطره؟ كرك هاي الكرك ماله؟ ايوه يا ربي بحلف عليه حد قايل لهم نحن مختنين؟ مختون فقير يعطونه قطره؟ هذا طريقة استقبال الضيف يوم بيجي يقدمون له كان الشاي والشاي مالهم ولازم ييلسون على الأرض اللي تقدم تجلس على الأرض مثل نحن عندنا في مذهبنا اللي صب القهوة لازم يقبض الدلة بالعسمة والفنيال باليمنى الفنايل باليمنى والدلة في اليسرى هذا مذهبنا نحن يا العرب ومذهبهم هم في اليابان اللي بيقدم الشاي لازم تشب ركبة تشب ركبة وتجلس على اليلسة وتقدم الشاي وتجلس شوف شوف يخطر الضيوف اللي جايينهم وتسألهم شو رايكم في شاهينا نحن نزيدكم نقصر شيء زيادة شيء يعني يأخذون ما في خطر الضيف Thank you. So I will escort you to the room. Yes, يلا. يلا. الحين بيشيلون ابو الغرف وخلاف عاد باخذ لفه في الفندق، لفه تعريفيه لكم. خيبه. ارويكم الفندق وشو عندهم شو ما عندهم. لان الحين الله يحفظكم ما صلينا. لا الظهر ولا العصر. كرسيك يا أبو أحمد كرسي موجود؟ إيه نعم هذا هو على ماتي ما يقصرون؟ ما يقصرون كل مرة يكبرون هذا مستر محمد اوكي هات أي دور حلنا ما أدري مستر خالد Okay, which floor are? No, first they will go with me, my room, and they will come back. يا رب يعطيكم ويزلكم بنفسجي. وانتم؟ الله أعلم. مفروض أنا البنفسجي. البنفسج كله. إي والله. إي والله شو زلك؟ يلا بليز. أورانجي. هلا سنصيرات أربعة. واحد، اثنين، ثلاثة، هذا أربعة اللي نحن ظهرنا منه. وما ظهرت هيك الوردة هاي هذا ممر كم مطولة هذا الممر الثاني شي شي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سبحانك يا رب العالمين سبحان الله سبحان الله وين بعد هي التزحلق تركبوا هناك هات التلفريك منو بيودينا لهناك؟ هنا حاخذ انتي لهم بيات سخيتي منو بياخذنا انتي لهم تقول هذا من اجمل المناظر يكون الساعة ست وقت غروب الشمس وقت غروب الشمس هني احسن منظر تقول هي الساعة ست كم باجي يعني باجي ساعتين منظر ما زين سبحانك يا رب هذا القسم الليلي أنا يا سلام أول هذا أول باديك مقسم هالنمونة عقب تدخل هذه حجرتي هذه
هذه حجرتي يا أبوك، حجرة ملكية يا أبوك، حتى ما بيهون علي يرقد على الشبرية، ما بيهون علي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Thank you. شوف الإطلالة، هذه بوية الإطلالة اللي يقولون عليها رضوانا من الله. اسمي شيء اسمي شيء اسمي شيء. هذا ابوي الفندق الملكي، حاب الفندق العادي، فندق الملكي هذا. يا الله يحفظك. هذا ابوي قسم يسمونه نسيت. هذا الشاور بلاد من كبره، بلاد 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 بلاد. اللي يميز أنا أدخم العناية باللي يعني بيشاهد اللي بغسل. بغيت تتحلق ولا شيات وانت جالس؟ أول مرة بحياتي أحلق لحياتي وأنا جالس عندهم. أول مرة بحياتي ضاري في بيتنا أحلق لحياتي وأنا واقف. حتى مدوري يعوني وظهري يتيول من كثر الوقفة. وهني أبوي متعب لي من العرب، حاطين لهم أبوي كرسي للي بيتحلق ولا الحرمة بتتمكيج ولا اللي هو. مرة ثانية من أول بادي. هذا شو؟ هاي لبس الياباني كيمونو يعطوه للرجال. لبس ياباني. يودي شوي دي يودي. زي ما شفنا في السوق. أيوة. وهذا محزم ماله. أيوة. ما مالنا فريق ولا واحد مال حرمه واحد مال ريال. ايوه هذا الريال هاكل الحرمه. ايوه ابراهيم شو رايك؟ روعه. جزاك الله خير. انت والله الروعه ابراهيم. انت ما علي اخبار يا ابو محمد الشاهد الله. جزاك الله خير. فانتاستيكي انت استكي. قول لي فانتاستيك. شيء جميل جميل. بيتكم هلا شرات بيتي. في شيء يوز لي ويعيبني الا يب اصور برويكم اياه. لازم اني اصور. ليش مسوي لنا سناب شات؟ مسوي لنا هلا الي انا ولكم انتم. ارويكم كل شيء يوز لي برويكم اياه. هذا المطعم مالهم مسوينه على الطريقه اليابانية. يا الله ما لقفت انتي هنا هو. صبري علي. حجيرات حجرة وحجرتين. هلو. مكان ما يباله كلام روحه. سمعت اللي يقولك بضاعة عارضة نفسها. هذا هو طريقته، طريقة تقليدية. هذا بربيكم قسم واحد من هنا. Yes. Our restaurant is from Kyoto City. It's the very old city in Japan. And this stone statue was there are around 700 years or 1000 years ago from Kyoto. أيوه شو هالقطعة من 1000 سنة موجودة هاي في بيت كانت وخذوها عنهم أو من كيوتو. كيوتو وين الدور؟ اللي حركوا لها قلت لك عليها عاصمة اليابان القديمة. اللي بتصير لها عاصمة اليابان القديمة بعد ما جيناها. هاي التاني جابانيز الطريقة اليابانية يعني مثل اللي راوي لك يوم بساعة. وهذا مثل ما تشوفون لازم تقل جوتي. وهذه قطعة رخامة تطلع عليها تركب فوق. وهناك عاد يلزم الأكل. عزروا علي بعقل جوتي. هم طاحنهم من داخل.
private room, and we in here the dinner in the G8 summit in 2008. The dinner was held in this room. 2008. Who was here? Yes, the Japanese Prime Minister or الحاكم. Mr. Fukuda. Hey. And the war's Prime Minister was there. Hey. هني مستوي عزيمة حق رؤسائهم أعطاني الإمبراطور ولا قالت لي الحاكم ما أدك ما عرفت لها عادة. 2000. Yes, 2008. 2008. يا الإمبراطور أبوي عندها ما هني ما أدري قالت لي منستر المنستر أظني الإمبراطور بيكون. We decorate the seasonal calligraphy like this. This one is also from 100 years ago. من 100 سنة هذه. Artist. مخطوطة مسوينها رسام من 100 سنة. This is the like a spring festival. Hey. مهرجان عندهم مهرجان في اليابان شيء زي ما له هذا الرسام تقولنا. And this is the geiko dancer, Japanese, or typical dancer style. هذا واحد ما أدري شو يرقص ولا ما أدري شو قالت لي style. Wearing the kimono. إيه ها what? Yes, same wearing. إيه نفس اللي هي لابستنا لكن هاي الخصوصية هذا ستايلهم. كل قسم روحه كل حد روحه يعني كل هاي نفس الطريقه الاوليه اللي خبرتكم عنها هاي يلسون شي تحت ويجيبوا لهم هذا حد اللي خدمهم مثل اللي مساعدنا احنا رحنا عندهم الفندق هذاك كان هذا يعني شتان الفرق يعني هذا ملكي هذا فندق امبراطوري يعني ما تقول فنادق العاديه هاي لا كلن زينات زينات وزوينات يا غير هذا عاده هاي بقول لك فوق التل عنيب تل هذا هو يعرف تسلمين thank you very much جلس ابوي ها جابوك الكرسي وعطوك هذه ها كم اطولها على اساس تلبس عمرك جوتيك thank you very much thank you thank you thank you انا جالس الكرسي بسم الله عليك يا ابو احمد تكون خدمه اللي داخل خدمه كلها من القصب ومن البامبو القصب والبامبو على فكرة البامبو ترى يطلع في الإمارات أنا عندي جروب أنا بشارك وياهم مهندسين زراعيين ما شاء الله عليهم كلهم باطنين في وافدين بعد مهندسين بارك الله فيهم وزارعين بامبو المباطنين يعلمون الوافدين طريقة زراعة البامبو والله العظيم هذا الجروب اللي أنا فيه ما شاء الله عليهم مرة ما يخلوا شيء ما يعرفونه أكيد يتابعوني شيء طبيعي يعني فيهم ما شاء الله عدة شباب عندهم مشاتل زراعية تجارية مسوين أبحاث مسوين أشياء يعني ما شيء كثر هذا بارك الله يا أبو خليل بسم الله عليك الرحمن الرحيم حتى ضفت من قلل لك يلا شو نسوي هي والله ما شيء هي والله باين إحنا الله يحفظكم الحين في الدور 11 غيروني البرزيدنشال سويت شيء عندهم بعد مطعم هني في هالدور هذا شو نوع what kind of restaurant this one yes restaurant توستا ميشلان كويزين شو بقولكم Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Hi. Good afternoon. Good afternoon. شو نوع المطعم هذا؟ شو اسمه؟ This restaurant is French restaurant. Yes, this is a French restaurant. So the owner, this is Michel Brass. So this is the chef, and now this is the Sébastien Dusson in France. Now we have a business in Japan. Sponsor with the Windsor Hotel and for the chef at this time in the kitchen this is Simone Cantafio he worked
4 years with Michel Brass, the chef of the hotel, 4 years in France, and now this is the chef director of this restaurant. This is fine, thank you. ديكور المطعم روحه يجيب السعادة. ديكور المطعم روحه يجيب السعادة ويجيب البهجة. بعد المطعم الحين ما فتحوا يفتحون الساعة 7. زقروني أنا أطالع المطعم لأنه قبل الناس ماتي. فأحل أساس خليني أنا واحد. أول واحد يعني حين. المطعم اللي كنا فيه هو المطعم الفرنسي. الحين ظهرنا من بيسيرون يراووني لبريزيدنشن سويت. لبريزيدنشن سويت هذا أكبر سويت عندهم. مساحته 500 سكوير مربع. شو بقول الفخامة، الفخامة اللي في الدنيا العودة كلها فيه. فنان الفندق. وهادي هادي بطريقة خيالية. وتحس إنه ريحة النظافة اللي في الكون كلها فيه. طريج موصول من مكان لمكان، من مكان لمكان. يابون طريج هذا بطوله. واظهرونا الله يحفظكم من هالباب. الحين بيودونا حق هذا. شيء عندهم ترى هذا. ما التزلق هذا وهذا طبيعي وما ادري كيف كذا نمونه. ظهرنا من هالباب. وحين ثارين جدا التلفريك. وهذا الطريق ما التلفريك. وهذا البندقة. هذه المنطقة الخارجية. عدة وجهات له. عدة اطلالات. كل اطلالة خير على ربيعته. ايه عن تتكودون. ستة لطب صورة جو خلاص. ايه فضح ما استر علينا يا رجال خلاص ما بصور هذا هلو هاي ماي فريند هاو ار يو نايس سي يو انت شو بتسوين الحين؟ بصورنا ايش قال الحين ستين كيف راح الحين؟ يجوم امنه يصير نيله ليش؟ ها امنه شو بتسوي انت الحين؟ ايه ترينا للسيرين برموز يلا مع السلامة ما تدا تعالى شو ما تدا إيه بتخط الشمس حب وقت التصوير اسميك من تحمل عمره الحين شو بيبين منو هذا خلاص هي عيش شو خلاف الصبح ابراهيم بتغطي الشمس ابويا ها مالت الحينه؟ ها؟ هاي؟ ايه بعد هي ها شو؟ هاي هي حاضرين هذا فندقنا عاشوا الشباب عاشت ايامك محمد يارك الله يا ابراهيم توفيق الله يسلمك حبيبي ذاك وين فندقنا شوفوا قاعد كبر الحرم يا سلام سلم هذا تلفريك هذا اللي من غير هذا
هي حين أظني بفني. بس يردون البيت. لا حق ننزل أظني بيرتبون هذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنت تنزل والله. هذا أنسب وقت حين التلفريك، هذا وقت الغروب. ذاك وين فندق له؟ يأكل أبوي في الدراجات. سكوبيدو. ويسروبنا مرة 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 لين قرب البحر. هذا عاد أنسب وقت للتصوير، وقت الغروب. هذا أنسب وقت للتصوير. كان جميل وروعة وفيه منتهى الروعة، هبل روعة روعة وجمال وفخامة ورقي وطبيعة، هو زين وناس طيبة وربعتن ما شي شراتن. هنا المكان روحه يعني يرحب، المكان روحه مرحباني. والأدب والأخلاق والرقي اللي في هالبلاد مش موجود عند أي حد في الدنيا العودة. ترتيب وكرم. نحن حين هذا مكاننا. Here we are. نحن حين هني. ونطلع على هذا. هذا موقعنا. شوفوا. هاي الطالة. يا أخذ العقل. يا الله الجنة. يا الله الجنة. كان وايد فنان. الجاف خيبة، إني شفت هالنمونة قبل، الجاف خيبة. هذا البحر طول طول عرض عرض، هو هالمكان الفنان ما شفت حراته أبدا. هذا بحر شو اسمه ونسيته، شو اسمه والله. لا لا البحيرة الطرف هذاك، هذا البحر حب الكاريبي. والله مساعة قلت حتى عديت على الفلبر يعرفون، لكن قال اسم غير اسمه باسيفيك، بحر باسيفيك. هذا السمك اللي فيه اكيد باسيفيكي. ما يدرش قال نمون شيء سمك لون خضر بنفسجي برتقالي مليون لون، شفناه في الجبرة عندهم مليون لون ولون. اي والله شيء شفاف، تشوف مصرانة، تشوف العمود الفقري، كل شيء تشوفه منه. ياسين تريش شو هذه مالت تلفريك الحين بتي ان شاء الله. لا تقولوا لي المنظر ما جميل، الا جميل وفنان وغاوي ولا شي شراته. الرجال مسؤول، يعني المسؤول مالهم سمعني شيء بالتليفون جايين شيء ما ادري شيء الحين ساير يشوف شوف ما ادري به. انا هزيت راسي على اساس اني عرفته ولا ما عرفت انت وين الصدق، لكن شوف الله اعلم اللي خلانا نودر سمونه التلفريك صار بنا جدل المكان هذا
أكيد في شيء يرزه يبانا طالع. يا كان متيبس الشيار متيبس من قل من قل الشمس من قل الشمس الشيار متيبس قادي صلوب ريج. يا الله يا رب تفتش حيرة هالشيار من هالثلج يا أبوك متبيدوب شيء ترى مستوي حين جدام بيتر بيرو النيار شو الله أعلم قال عنهم. حرقت صحن كلت الدراجة شرط صهوار الآيل الحين الأول كل يوم أحرق صحن كلت كل يوم عندي دراجة ثلاث واير عظم إياها طاها على الجليد سنين كل يوم أحرق صحن كلت. إيه والله الكبار 200 بعد اسمها 200 قوتها وحين روحت ريحة الصهوار مع الدراجة اللي نحن فيها طرت علي السالفة. يوم أقول كنت حنا عمرك ودي صورت عمرك إبراهيم هذا وصلنا على الفندق بس عليها يلا أربعة شلوا اليمن اليمن ما شلهم يلا عادة يلا 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 More than very nice. شكرا شكرا على هالترتيب الفنان شكرا لشركة نور ترابل اللي وصلتنا هالمكان اللي لولا جهودكم ما جينا هالمكان. والله يا ويلك من الله تا قلتي لهم هاك كل بركات خالد. I enjoy it. It was very good. Thank you very much. يلا عاد خطوي. اتصل بي من يا ربي قلت يا رب البيت والحرم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حي الدفء يا حي الحياة. ها شو رايك ابراهيم فنان السيرة روعة. ها ابو احمد روعة روعة تناهون هاي امينة. أنا أقول الإمبريال وهذا نفس القياس غير هذا تحس به شوي بعد زايد على الإمبريال هذا البريزيدنشال سويت هذا هو هاي بوابته أول ما تي هذا مال البريزيدنشال سويت هذا القسم ماله 500 سكوير مربع هذا أول ما تدخله يبي حي الدفاع هذا ابوي اول ما تدخل هذا الحمام الله يسلمك والسامعين وهذه غرفة الطعام سيدة على غرفة الطعام وسيدة على المنظر اللي تشوفونه مرة بيضة وحدة بيضة
ترك عادة على غسل ما دحينا هو البادي مكتب وديك الصالة هذه مع غرفة التلفزيون اللي ماشي كبرها بتسير بحكا غسل ما هذا بعد مغسل مغير حمان وهذا الله يسلمك الحمام مال الماستر روم العودة الغرفة الملكية هذه هذا بحمام وروحكم هذا حكمون ما يبال أبوي ما يبال حديد ما يبال حديد قالت مثل ما تشوفون هذا الشاور وهذا البانيو البانيو هذا عبارة جاكوزي هاك المساعي صغيروني هو البانيو وهذه اللي حافظكم غرفة الملابس زيختني إبراهيم غرفة النوم عبارة عن شبريتين عدها البعض من الكبار معروف أبوي الكمبونية ما يحبون حد أبوي يرقد عدها أقرب الأقربين وقت الرقاد أبوي النوم سلطان ما حد يبقى فيه هو شريك فلذلك يحطون أبوي شبريتين وطلالة تبوي شبريتيها مرة مشاهد جاكوزي بلاد 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 هي كانها مبنى مال ناس عادية مال كمبنية من الكبار بعد مب كمبنية عادية كمبنية اللي ما شيء كبر هو كمبنية في الدنيا الودة بالكورة توطل أبوي على كورنر طرف جدل البحيرة وطرف جدل هذا الباسيفيك بلاد بلاد 500 متر سكوير تهنوا تهنوا دي اللي بتسكنوها You have two residential suite Okay One of them watching the Ocean view Ocean هي Pacific And the other one is lake هي شابه الشاهد واحد يشاهد مشاهد النهر وواحد يشاهد البحر اللي هو الباسيفيك وهذا مشاهد ليك وات ذا نيم فور ليك بحيره تويا بحيره تويا هذا مشاهد بحيره تويا وهذا مشاهد الباسيفيك وباثنينه بريزيدنشن سويت ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو واللي يباهن ابوي يباهنهن ولا يبقى السويت صغيروني مالي ولا الحجر العاديات اللي شرحت حجرة ابراهيم يتصل به بشركة ترافل نور ترافل هي ابوي اللي لها لها ابوي اسعار خاصة ولها معاملتهم وياهم يسووا لهم اسعار ارخص عن الاماكن العادية واللي يبغي مثلا انا في اقتراحي اللي بي البلاد هذه يقول حق شركة نور ترافل أنا أريد جدولي هالكيت 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 ما بلازم أنت تصير اللي بقى علي أنا ييتن مثلا لو أنا بي مرة ثانية أنا ما بي هاي البلاد العاصمة وين كنا نحن ما يسمونها أبكو سوفو شو اسمها هي شو اسمها محمد البلاد اللي تونا كنا فيها وين كنا وين بتنا البارحة أبويها روحهم ينسون أكثر عنه اسمها سباولو سباولو هذه اللي ينبغى اللي ما يبغى أن لو أحد مر بي ورا ثاني ما بسكن فيها من المطار بيسيد البقعة اللي فيها لكن سكنتي بتكون الفندق هذا
والصولات والإيولات كان حق صغاري ولا فروخ ألعاب وسيلمات وحيوانات وكل شيء هناك. هاي البلاد اللي تونا كنا فيها، الفندق اللي رويتنكم إياه اللي صوركم إياه قبل هذا. تبغى بيتريون تحت هذا حينه. وعدت وياهم عند الأسانسير الدور الثاني، شيء مطعم فرنسي غير المطعم الفرنسي اللي ينام الساعة، شيء مطعم فرنسي قالوا لنا بالتعشى هناك الإدارة الفندق يعني كان مقترحهم، بنصير نطالع مطعمهم بنتعشى وبين وبنعين من الله خير. شو أقولكم الحين، درايش ظلم ما تشوف شيء، هاك المنظر الغاوي الجميل ما تشوف حتى ولا أدنى تدون يبين، يعني المكان هذا مال نهار، في الليل ما يبين شيء، شيء مسابح عندهم تحت أحواض، أحواض لو حيضان، المهم واحد من الاثنين، المياه الكبريتية اللي تدخن في كل فندق شيء مكان. أتوقع البلاد هذه كلها على عيون، تحت عبارة عن محيط من عيون حارة، ف كل فندق يروم أظني حفر تحت رق ويظهر العين، تظهر العين أكيد يعني. حتى في البلاد دي ناهم ساعة صغيرونة لفنادقات صغار في الفنادق الشابيات نفس الشيء. جايين هب تو جايين جميني. هلو good evening to where are we going what is the name giving an island french restaurant What is the name for it? Gidi Gandara? Yes, Gidi Gans Island. Gidi Gans Island. Thank you. Hello, 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 my friend. Hello. How are you? This is the friend. Oh, God. This is the place. I'm going to show you this place. Hello. Hello. Hi. Hello, guys. يا مرحبا يا مرحبا بالشباب، هذا ابوي ترتيبهم، هذا مطعمهم على ما تشوفون كلنا خدام تشبرمة الرجال منا والحرم. Mr. Khalid, thank you for giving me an opportunity to escort our hotel. Thank you for coming from very far place. We are very happy. Also إن شاء الله you have one of the very famous hotel it is really good that's why also what I said to my followers I am in the right place too many people I have are talking they sent for me message about this hotel I told them call Noor Travel and they will make a reservation they will have a special price special everything about this hotel thank you very much البلاد اللي تخبرني عن المصحات فيها مصحات بالهبل ليش أنا حاط عنوان نور ترابل نور ترابل شركة سياحية وايد كبيرة عملاقة فلذلك عندهم أبوي خبرة عن المصحات وعندهم حتى عن العياد بالله عفان الله وعفى المسلمين أجمعين حتى مراكز أبحاث للكانسر للسرطان عندهم مراكز أبحاث كبرى مثل اللي موجودة في هيوستن وفي الدول الثانية بل يمكن بعد هذا هاي زادوا بعد على أمريكا شيء عندهم للطب والعلاج وشيء للمفاصل وشيء ما أدري شو والمولات من أروع المولات وايد أشياء عندهم لكن اللي يتخبر عن المطاعم العربية أكيد في مطاعم عربية لكن ما راح تكون بنفس الجودة المطاعم اللي عندنا أنا أكلت في مطاعم اثنين هنديات ولا بيهن واحد يتشاهد ييتك عما تقول ما ييتك مطاعم عاديات ريحة هذا الهندي أكلهم هندي لكن مش من الأكل المميز الهندي ما بشارات المطاعم الهندي اللي في لندن ما بمثل شرائط المطاعم الهندي اللي في الإمارات لا مطاعم هندية هي نعم لكن ما سربجي ما التحصيل حاصل يعني تقصير دوب يعني شيء عن اليوع يعني ولا ما بشيء يرزق والمولات شيء طبيعي عندهم مولات وعندهم ماركات ما توجد في أي بلاد في العالم لكن أنا لا أمتلك الوقت
فأنا ما عندي وقت إني أروم أقز الدنيا هذه كلها. أنا جاي مدعاي من حكومتهم من بلادهم إنك أنت يا خالد نحن باك تروي البلاد هذه وتروي البلاد متفقين وياي وياينهم برسم الخدمة من كم من شهر الحين يتريوني. أنا ما بروم أقول يبوني أروي العرب ديزني لاند ما رمت هاك اليوم مال ربوت بعد ما رمت ورمت هاي ديزني سي وديزني لاند العودة هاي اللي هي أشهر شيء هاي ما رمت. والسبي يوم صرنا سوق السمك تأخرنا وجد والجدول حاطين ممزوح باكر ما يدرى وين بنسير ورا باكر ما يدرى وين بنسير يوم برد بعد خلاف آخر ثلاثة أيام شو اسمه طوكيو بعد ما يدرى مليون بقعة بيودوني مليون بقعة ماشي راحة. يعني المفروض إني أشرط عليهم قبل إني أسير ودي مكانين له ثلاثة كاديني مكده قديم من الفلورز يقولون سيرتك ممل نحن ما شفنا أسواق نحن ما شفنا مولات نحن ما شف أبوي أنا مب على هواي يوم على هواي ترى أنا أسوي اللي الله مقدرني عليه يا غير المرة هاي أبوي أنا إنسان اللي شورة عند غيره شورة عند غيره أبوي ما يروم لا تقيم وراء فايدة هاي دعوة عند العوامر يعل شورك عند غيرك يعل شورك عند غيرك دعوة ودعوة تنباخصة هذه يوم أنت ود لي أمرك غيرك خلاص ما ترم تتصرف. أنا حمد آي دعوة رسمية ومقيد متقيد وياهم في برنامج هم مسوينه اليوم مال تشيز كيك عقب ضرابة ودوني خاطري فيه لا بشيركم نسيت في سيارة الدريول لا لا موجود في الغرفة بالله ايه نزلناه بارك الله يا أبو قلب بارك الله أيه. حي فادك الله وأكبر أنت زبراني أصور ولا أصورك اشتراني علينا الله اي تذكر الله لا اله الا الله محمد رسول الله ها إيه. المطعم ترى يفتح الساعه 7 والناس تعشى من الساعه 7 لين 7 ونص 8 نحن وصلنا جد ضرت العرب حتى وبعدين 3-4 طاولات اشتلت نحن هالطويله كادينا صباح الله خير ماشيين من دار لين دير من العاصمة اللي وصلنا هني هاي روحها ساعتين يلا برايكم هذا بس عاد عليكم إبراهيم طلبنا أبوي شوربة ذرة أنا إبراهيم ومحمد الله يحافظه طلب شوها فيجتابل بنرويكم كل ما يابولنا شيء من كلهم بنرويكم يا المطعم هذا لاني قلبي حابنهم انا هل بالفندق هذه الفندق هذا هل الفندق فندق يعني ما بمال ناس عاديين فندق ملكي فندق ملكي ما يبالي اي شيء في شيء من الغرابه بخبر السلطه كلها ما فيها شيء غريب ابدا غير الطماط هذه الشيري الخضر ولا عنب لا طماط الموضوع انه عيبني الصحن يا ابني الصحن شرات صحن الشوربة غزيرتي هو لكنه شفاف يا رك الله يا إبراهيم بسم الله عليك الرحمن الرحيم أولا لا استر علينا هذا أبوي الصحن اللي أبت المحب آه آيس يس This is soy fish, Okay. Scallop. هذا المحار اللي عيبني عاد اللي مال المحيطات. نيوكي هذا حبل vinaigrette sauce ايوه and a lot of herbs and flowers thank you very much you're welcome thank you يا مايا ما تجمعلو لو انا قمر وصايا واليوم مظلمين لو ولد اخوون مسك واليوم دخون البان لو ولد فرجت مصاره واليوم فرجت خلقون السيد يا سيد في البلاد ما هو بعيد من على الهيل تجدام حنون بدايات والصبح نبسن هالمساويد يرى الكحل بعيانها حدار شجع إذا فروس المناضج يبغون لمصلى بلوكاد هضع وتهديل وتكبير ويمال فنة حيل ورشاب يضر الله ان تحسن بسافي وجانات أخيار أنا العشرين وين بلقاني شارات ويش اللي شل انزين
الصحن الرئيسي طبق الرئيسي beef meat you have gratin potato it's potato and cream kinoko mushrooms bamboo and green peas puree and radish and sauce meat sauce thank you very much كنت تشيونا عادي أبوتي هذا الديزيرت This is chocolate biscuit Inside is strawberry marinade with basilic You have We have pistache ice cream And on the top it's strawberry mousse This one it's French meringue It's white egg with sugar Cooked very long time And on the top it's strawberry Dry strawberry and pistache Thank you very much Thank you